متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذه الأيام، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي ما زالت تشير إلى تأثر أجزاء واسعة من المناطق الغربية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وحالة مطرية جلبت بحمد الله كميات ممتازة من الأمطار. تركزت هذه الأحوال الجوية فوق المناطق الشمالية الغربية تقريبا في المرتفعات الجبلية الممتدة ما بين تبوك إلى المدينة المنورة. جزء من هذه السحب تحرك نحو الشرق مع ساعات المساء وأوائل الليل، ووصل أجزاء منها إلى منطقة حائل. أيضا كذلك الأمر نشاهد أن هناك كميات من السحب أيضا تشكلت فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. ليلة الجمعة على سبيل أيضا ليلة كانت ماطرة في العديد من المناطق، في مناطق جدة ومكة المكرمة بحمد الله هطلت أمطار جيدة جدا من الأمطار. نلاحظ على الأراضي المصرية تشكل سحب ركامية رعدية شديدة في حالة أيضا غير معتادة. جميع هذه المناطق تتأثر بذات المنظومة الجوية، وهي أحوال جوية غير مستقرة. كما نلاحظ عبر خرائط طبقات الجو العليا هذا اللون تقريبا هو يشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، لكن في طبقات الجو العليا وهو متمركز على الأراضي المصرية وشمال غرب المملكة يتصادف هذا الأمر مع اندفاع لهواء ساخن وكتلة هوائية حارة في طبقات الجو السفلى، وهذا بعد مشيئة الله يعمل على نشاط السحب الركامية الرعدية على طول الواجهة الغربية للمملكة وبعض أيضا الأجزاء من الأراضي المصرية والأردنية. خلال الأيام القادمة كما نلاحظ بقاء هذا الحزام البارد متمركز في المنطقة، بل ولا العكس يتوقع أن يدخل إلى داخل المملكة كما تلاحظون خلال ساعات نهار يوم الاثنين، وبالتالي يتوقع أن في بعض المناطق أن تزداد حدة الأحوال الجوية غير المستقرة، ويستمر تواجد هذا الهواء البارد في المملكة حتى يوم الثلاثاء على أقل تقدير، وبالتالي تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في بعض مناطق الواجهة الغربية بالتواجد. هذه خرائط توقعات الهطول التي كانت اليوم السبت، والتي أشارت إلى تمركز كبير للهطولات المطرية الرعدية في الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة، بعض الأجزاء الجنوبية الغربية، وامتدت بعض من هذه الزخات كما ذكرنا شرقا. نلاحظ جمهورية مصر أمطار شديدة في تلك المناطق. خلال ساعات مساء هذا اليوم انتقلت بعض من هذه الزخات الرعدية شرقا ووصلت إلى مناطق قريبة من حائل والقصيم، ولكن على شكل زخات أكثر عشوائية مما كان عليه الوضع خلال ساعات نهار هذا اليوم. مع ساعات السبت على الأحد تتراجع الأحوال الجوية غير المستقرة، تبقى في نطاقات محدودة من المملكة، وهو الوضع الطبيعي لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تنشط بسبب التسخين الذي يحدث في ساعات النهار. غدا الأحد يتوقع بمشيئة الله أن تعاود الزخات الرعدية من الأمطار بالتواجد في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة على مرتفعات تبوك وصولا إلى بعض مرتفعات المدينة المنورة، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مرتفعات الباحة وأبها وعسير، وربما بعض الزخات أيضا فوق المرتفعات الجبلية الوسطى من المناطق الغربية. تمتد هذه الزخات مع ساعات العصر والمساء لبعض الأنحاء أكثر شرقا لتقترب من محافظة الرياض وبعض الأجزاء أيضا العشوائية من المناطق الجنوبية الغربية من القصيم. تعاود وتوجد هناك فرصة للأمطار كما تلاحظون خلال ساعات الليل فوق بعض المناطق الجنوبية الغربية، وتعاود السحب الرعدية بالنشاط من جديد يوم الاثنين، ولكن هذه المرة بسبب تقدم الحوض العلوي البارد نحو الشرق لتصل فرص الأمطار إلى مناطق أكثر شرقية، مثلا مناطق حائل إضافة إلى بعض مناطق القصيم وحتى الرياض، هناك فرصة يتم رصدها إلى أقصى مناطق الشرقية من الرياض، بالإضافة طبعا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وكذلك تبوك التي يتوقع أن تعرض لهذه الزخات الرعدية من الأمطار على مدار الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. هذه طبعا توقعات أيضا يوم الثلاثاء كما ذكرنا بنفس الحال. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع غدا في الرياض الأحد درجة حرارة 41 درجة مئوية، ظهور الغيوم متفرقة والطقس حار بشكل لافت. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة في مدن ومحافظات المملكة نبدأها بسكاكة 39 إلى 25 مع طقس حار، عرر من 38 إلى 24، في تبوك من 38 إلى 24، ولكن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار في تبوك. المناطق الغربية من المملكة هناك فرصة لأمطار رعدية في المدينة المنورة من 41 إلى 28، أيضا جدة هناك فرصة للأمطار في بعض الأوقات تكون من 42 إلى 31، في مكة المكرمة من 43 إلى 33، وفي الطائف من 31 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان من 37 إلى 32، في أبها من 30 إلى 18، وفي الباحة من 27 إلى 20، وتكون الفرصة مهيئة للأمطار الرعدية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. في الإحساء من 41 إلى 25، في الدمام من 40 إلى 24 والأجواء حارة، وفي حفر الباطن أيضا من 40
إلى 26 درجة مئوية والطقس حار بوجه عام. في الرياض من 41 إلى 26 طقس حار، في القصيم 39 إلى 23، وفي حائل من 37 إلى 23، مع التنويه أن يوم الأحد ربما تصل بعض الزخات الرعدية من الأمطار إلى مناطق قريبة من منطقة حائل. الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى الطقس سيكون يوم الأحد من 41 إلى 26 في الرياض، الاثنين 41 إلى 28، والثلاثاء من 40 إلى 30 درجة مئوية. الطقس سيكون حار في جميع هذه الأيام. يوم الثلاثاء تنشط الرياح بسبب اقتراب بعض السحب الركامية الرعدية، وتكون الأجواء مغبرة بعض الشيء، وتجدر الانتباه الأحوال الجوية يوم الثلاثاء للمزيد من الانتباه بسبب اقتراب بعض السحب الركامية الرعدية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.